مباشر للسعوداء في المحافظة. وهنا لابد لي من أن أشكر الاتحاد الأوروبي على هذا الدعم، وأنا أقوم بمتابعة ما تم مع الوزارة أولا ومع المزارعين الذين هون للتربيع قناة زراعية من خضار تصميم أبعد الأسواق المحلية أو الأسواق في الأردن. يصفون نحو أهدافهم لتحقيق ما يطمحون إليه. نقف جنبا إلى جنب مع أخوتنا المزارعين. شنو سوى الخمس كيلوات للدول؟ الدول مقابل 30 كيلو. اللي حب قبل 20 يوم يلا استلمت المستحقات مالتي. وأعرف المعاناة اللي أنتم تاخذوها. أيضا بنذكركم بالتفاوض والتفاوض. اليوم كمديرية زراعة نينوى وبالتعاون والمشاركة مع منظمة فاو كان لنا اليوم وقفة مع لدعم المزارعين والفلاحين في محافظة نينوى واستهداف بما يقارب 4000 مزارع وفلاح لدعمهم بالبذور للمحاصيل الصيفية من أجل رفع قيمة الإنتاج من المحاصيل الصيفية في محافظة نينوى ولسد النقص الحاصل في هذه المحاصيل واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة في هذا المجال. طبعا هذه المبادرة مع منظمة الفاو هي من أولى المبادرات والتي ستكون بعدها مبادرات عديدة من أجل دعم هذا القطاع الزراعي في محافظة نينوى. تقوم المنظمة بتوزيع بذور الخضار لأربعة آلاف مزارع، وهذا يأتي ضمن إطار استراتيجية تطوير سلسلة الإنتاج التي من شأنها إعطاء قيمة مضافة للمنتج، خاصة محاصيل الخضار مع ما يستتبع ذلك من تكوين وتدريب ورفع إمكانيات وخبرات المزارعين، وكذلك سيكون هناك مدخلات أخرى تأتي ضمن هذا الإطار، وذلك لزيادة الإنتاجية، تحسين نوعية المنتج وأعطاء المزارع فرصة لأن يكون منتجه منافسا على مستوى السوق المحلي، على أن يكون فرصة أكبر للتسويق ضمن وخارج العراق إن شاء الله. احنا ممنونين نشكر من منظمة فاو. منظمة فاو من أحسن المنظمات الموجودة بالبلد. بال2015 أنا فلاح، جت يمنا المنظمة فاو دعمتنا بالعمال وبالمعدات يعني الحراثية يعني، وما يخلون قصرا منظمة فاو. منظمة فاو خش يعني منظمة يعني وعدها اتصال ويا الفلح يعني، والفلح يتابعون الفلح إلى أرض الواقع يعني، جنب التصوير إلى أرض الواقع يعني، طلعم يعني بكشف مرة ومرتين وثلاثة على أرض الواقع.